كورتيكوستيرويد دي هرمون بتطلع من الادرينال كورتكس، وبتشمل مجموعتين الجلوكوكورتيكويد والمينرال كورتيكويد، والاثنين عباره عن 21 كربون اتوم. والادرينال كورتكس برضو بتطلع لي الاندروجين اللي هو بيتكون من 19 كربون اتوم. في الهيومن الكورتيزول او الهيدروكورتيزون هو المين جلوكوكورتيكويد، والالدوستيرون هو المين مينرال كورتيكويد. طبعا الادرينال كورتكس بتطلع الجلوكوكورتيكويد والمينرال كورتيكويد المقصود بيهم الهيدروكورتيزون والالدوستيرون ان ريسبونس للبيتيوتري اي سي تي اتش. ايه خطوات التصنيع؟ مش علينا بالتفصيل، بس نعرف ان في زي ما هنشوف الرسمه الجايه ان الادرينال كورتكس عباره عن 3 زون، اوتر زون وميدل زون وانر زون. الاوتر زون دي اللي بتطلع لي او بتصنع لي الالدوستيرون، الميدل زون بتصنع لي كورتيزول اللي هو الناتشورال جلوكوكورتيكويد، والانر زون بتطلع لي الاندروجين او البريكيرسور بتاع الاندروجين اللي هو دي هيدرو ايدي اندروجين. ايه اللي بيعمل ريجوليشن للجلوكوكورتيكويد سكريشن؟ زي ما خدنا في الثايرويد قبل كده، بنلاقي فيه طبعا كنترول من الهايبوثالاميك بيتيوتري ادرينال اكسس، في دايورنال ريزم للستيرويد سنسس، بيبقى طبعا النيورونز اللي في البرين بتتاثر بالسليب ويك سايكل اللي بتحصل في الجسم، فبلاقي ان الـ ACTH اللي بيطلع من الـ anterior pituitary بيبقى الـ maximum peak effect بتاعه at 8 AM 8 صباحا. فبالتالي اكتر ليفل للكورتيكوستيرويد بتبقى موجودة في الجسم في الوقت ده. طب ايه تاني بيعمل كنترول للجلوكوكورتيكويد سكريشن؟ في negative feedback ميكانيزم اللي احنا خدناه قبل كده برضه في الثايرويد هرمون. لو زاد مستوى الكورتيكوستيرويد في الدم هتبعت نيجاتيف فيدباك امبلس للانتيريور بيتيوتري وللهايبوثالاموس، تبطل تطلع الاي سي تي اتش والكورتيكوتروبين ريليزنج هرمون من الهايبوثالاموس. ولو قل طبعا الكورتيكوستيرويد هيبتدي العكس بوزيتيف فيدباك افكت، يزيد الاستيميوليشن بتاع الاي سي تي اتش والكورتيكوتروبين ريليزنج. ايه تاني بيأثر على السكريشن بتاع الكورتيكوستيرويد في الجسم؟ الاستريس طبعا. الاستريس بيعمل ايه؟ بيعمل زياده في الكورتيكوستيرويد برودكشن. كلنا لو تعرضنا للاستريس في اي صوره من الصور، مثلا واحد اتعرض لانجري، حصل له هيموريج، سيفير انفكشن، ميجور سيرجري، هايبوغلاسيميا، كولد او بين او فير، كل ده اللي بيدخل العيان في ستريس كونديشن. ستريس كونديشن دي بتطلع لي بتعمل لي زياده في الكورتيكوستيرويد ايه سكريشن وبرودكشن. في برضو انتر اكشن بتوين الهايبوثالاميك بيتيوتري اكسس اللي احنا قلنا عليه وبين الاميون سيستم. ازاي احنا وكمان في علاقه بينهم وبين الاستريس. احنا لسه بنقول الاستريس بيزود الكورتيكوستيرويد، الاستريس بيعمل برضو زياده في السيتوكاين برودكشن. السيتوكاين دي بتطلع من الاميون سيستم زي الانترلوكين 1 والانترلوكين 6 والتي ان اف الفا، الحاجات دي بتطلع اثناء الاستريس من الاميون سيستم. فبتعمل ستيموليشن للهايبوثالاميك بيتيوتري اكسس ان هي تزود الكورتيكوستيرويد سكريشن. الكورتيكوستيرويد لما بتزيد بقى في الدم بتعمل ايه؟ هنعرف ده في الفارماكولوجيكال اكشن بعد شويه. بيعمل انهيبيشن للاميون سيستم والسكريشن بتاعت السيتوكاين. ادي الرسمه اللي بتقول لي ايه اللي بيعمل ريجوليشن بتاع الجلوكوكورتيكويد سكريشن. ادي الهايبوثالاميك بيتيوتري ادرينال اكسس، الهايبوثالاموس بتطلع الكورتيكوتروبين ريليزنج هرمون من النيرونز بتاعت البرين، تبتدي تشتغل على
الانتيريور بيتيوتري، الانتيريور بيتيوتري يطلع اي سي تي اتش، الاي سي تي اتش ده بيعمل ستيميليشن للادرينال كورتكس ان يطلع الكورتيزون. لو زاد الكورتيزون في الدم هيعمل نيجاتيف فيدباك انهبيشن للهايبوثالاموس والانتيريور بيتيوتري. الكورتيزون لما بيزيد بيعمل انهبيشن للاميون سيستم، لما يعمل انهبيشن للاميون سيستم يبقى الاميون سيستم هيبطل يطلع الميديتور بتاعته اللي هي الانترلوكين 1 والانترلوكين 2 و6 وتي ان اف ار. في الطبيعي قلنا اثناء الاسترس الاميون سيستم بيطلع الميديتور دي، فالميديتور دي بتعمل استيميليشن للهايبوثالاميك ادرينال هايبوثالاميك بيتيوتري ادرينال اكسس، فبيزيد الكورتيزول ايه سكريشن. طيب يا ترى ايه هي الميكانيزم اوف اكشن بتاعت الكورتيكوستيرويد في الجسم؟ الكورتيكوستيرويد بتشتغل زيها زي الثايرويد وزيها كل تبع عيله النيوكليار ريسبتور، الكلام ده خدناه في الدايناميك او السما. النيوكليار ريسبتور دي بتشتغل ازاي؟ بنقول ان الجلوكوكورتيكويد ريسبتور بتبقى موجوده في ان اكتيف فورم. يعني ايه ان اكتيف فورم؟ يعني الريسبتور موجوده مش ماسك فيها الكورتيكوستيرويد، بتبقى في الحاله الان اكتيف دي ماسك فيها هيت ستروك ايه بروتين. طيب اول ما يجي الكورتيكوستيرويد تمسك في الريسبتور بيحصل اكتيفيشن للريسبتور وبيحصل ديستوشيشن للايه للهيت ستروك بروتين. كده بقى الكورتيكوستيرويد ماسكه في الريسبتور بتاعتها تعمل ميجريشن للنيوكليوس وتبتدي تمسك في ايه في الجين، تعمل ترانسكريبشن للجين والجينز هتطلع لبروتين، والبروتين هي دي اللي هتدي لي الريسبونس بتاع الكورتيكوستيرويد في الجسم. طب المينرال الكورتيكويد اللي هي المثال بتاعها الالبستيريوم بيشتغل ازاي؟ بيشتغل نفس ايه الميكانيزم. شوف تاني على الفيجر ده، الكورتيكوستيرويد بتبقى ماسكه في الدم، الكورتيكوستيرويد بايندنج جلوبولين، لازم الكورتيكوستيرويد يحصل لها ديستوشيشن من الكورتيكوستيرويد بايندنج جلوبولين وتبقى فري عشان تقدر تعدي السيل ميمبرين، وفي تمسك طبعا فين في السبيسيفيك ريسبتور بتاعتها، ادي الريسبتور بتاعه الاستيرويد بتبقى في الصوره الان اكتف ماسك فيها 2 مليكيول من الهيت ستروك اي بروتين. اول ما الاستيرويد تمسك في السبيسيفيك ريسبتور بتاعتها يحصل ديستوشيشن للايه للهيت ستروك بروتين، ويبتدي الاسترويد ريسبتور كومبلكس يعمل ميجريشن للنيوكلاس، في النيوكلاس يبتدي يمسك في الجين الخاصة بيه حتة اسمها كورتيكوستيرويد ريسبونس إليمنت، هي دي اللي بتدي تعمل ترانسكريبشن للسبيسيفيك بروتين، والبروتين ده هو اللي بيديني الريسبونس بتاع الكورتيكوستيرويد في الجين. يا ترى ايه هو الفارماكولوجيكال او الفسيولوجيكال افكت بتاعت الكورتيكوستيرويد في الجسم؟ ليها طبعا ميتابوليك افكت على الكربوهيدرات والليبيد والبروتين ميتابوليزم. بلاقي ان الكورتيكوستيرويد بتزود البلاد جلوكوز ليبيد عن طريق ايه؟ عن طريق ان هي بتزود عمليه الجلايكوجينيز. بتعمل ايه في الليبيد؟ بتعمل اكتيفيت لللايبوليسيس، وبتزود البروتين بريك داون، فكده بيزيد عندي مستوى الجليسرول الامينو اسيد اللي بيخش في عمليه الجلايكوجينيز. بتقلل برضو البريفرال يوتيلايزيشن بتاع الجلوكوز، وده بيزود ده من ضمن الميكانيزم اللي بيزود بيها البلاد جلوكوز ليفل. يبقى في الاخر الكورتيكوستيرويد بتعمل لي هايبر جلايسيميك افكت. طبعا ده احنا بنقول الاسترويد بتزيد اثناء الاسترس، فالوظيفه دي الهايبر جلايسيميك افكت ده مهم عشان يحمي لي البرين والهارت لو في لا قدر الله حالات استرس او ستارفيشن او كده. مشكلته طبعا في العيانين الهايبر جلايسيميك افكت ده، مشكلته طبعا في العيانين اللي عندهم دايابيتس. لو العيان كان متظبط بادويه الانتي دايابيتك دراج وابتديت اديه الكورتيكوستيرويد
او اتعرض للستريس مثلا زود له الكورتيكوسترويد، هلاقي العيان البلاد جلوكوز بتاعه بعد ما كان متظبط هيبتدي يبقى مش متظبط ويبقى فيه هايبر جلايسيميا. طيب على الفات ديستريبيوشن الجلوكوكورتيكويد بتعمل لي ايه؟ بتعمل لي ري ديستريبيوشن للبادي فات، فبتعمل لي مانيفستيشن معينه او شكل معين كده بنسميه كاشنج سندروم، فبلاقي ان في زياده في الفات في الباك بتاع النك، فبيعمل لي حاجه زي البافالو هام، وزياده في الفات ديبوزيشن في الفيس، فيبقى ايه شكل العيان مون فيس، يقول لك وشه اتدور كده. وفي زياده في الفات بتاع السوبرا كلافيكولار اريا، ولص للفات ايه في الاكستريميتي. طيب على الكالسيوم بتعمل ايه الكورتيكوسترويد؟ بتعمل لي لورنج الكالسيوم ابتيك فروم الجي اي تي، وبتزود الكالسيوم اكسكريشن من الكدني. يبقى المحصله بتاعت الاثنين ان الكالسيوم ستور في الجسم هيقل، وهيبقى العيان معرض طبعا للاوستيوبوروس. على الالكترولايت والووتر بالانس، بلاقي ان المينرال كورتيكويد هنا زي الالدوستيرون بيشتغل على الديستال تيبيول والكوليكتنج تيبيول بتاعه الكدني، فبيعمل لي ابزوربشن للصوديوم وزياده في الاكسكريشن بتاع البوتاسيوم والهيدروجين. ده عن طريق طبعا شغله على المينرال كورتيكويد ايه ريسبتور. فبلاقي العيان اللي بياخد كورتيكوسترويد بيحصل له سولت ووتر ريتينشن وإديما فورميشن. على الكارديو فاسكولار سيستم بنلاقي ان المينرال كورتيكويد اكتيفيشن بيعمل لي هايبر الكوليسترولميزم، هايبر الكوليسترولميزم بيزود الالدوستيرون، فالالدوستيرون عرفنا ان هو بيعمل سولت ووتر ريتينشن، فده بيؤدي لي الى هايبر تنشن، والالدوستيرون برضه بيعمل لي كاردياك فايبروز. بنلاقي برضو ان الاكسسيف جلوكوكورتيكويد زي في حالات الكاشنج سندروم مع اللونج تيرم بتاع الاستخدام بتاع السنتيتك كورتيكوسترويد ساعات بتؤدي لي الى الهايبرتنشن في العيان، وده طبعا نتيجه للافكت بتاع الكورتيكوسترويد على الجلوكوكورتيكويد ريسبتور وعلى المينرال كورتيكويد ريسبتور. على السكيليت المصل بلاقي الكونسنتريشن المعقوله من الكورتيكوسترويد بتبقى مهمه للنورمال فانكشن بتاعت السكيليتال ماسل، لكن في حالات الاديسون ديزيز اللي بيبقى فيها هايبو فانكشن في ادرينال كورتكس بيبقى العيان بيشتكي من ماسل ويكنس وايزي فاتيجابيلتي. وبرده الحالات اللي فيها زياده في الكورتيكوسترويد زي حالات الكاشنج او اللونج تيرم يوز بتاع الكورتيكوسترويد بيعمل لي سكريتال ماسل اي ويستنج، وبيديني الحاجه هنعرفها في الادفيرس مع الاسترويد ايه مايوكوس. وبلاقي ان الهايبوكاليميا اللي بتحصل مع زياده الهايبر الستريس هي اللي بتساعد في الايه السكريتال ماسل ويكنس اللي بيحصل في زياده الكورتيكوسترويد. على السنترال نيرفوس سيستم بلاقي ان الجلوكوكورتيكويد بتشتغل لوكالي على النيورونز بتاعت البرين، بتعمل لي زياده او اليفيشن في المود، وبتدي احساس بالويل بينج. ليها ديفرنت فيسيولوجيكال افكت برضو على السي ان اس عن طريق ان هي بتنظم البلاد بريشر، بتنظم البلاد جلوكوز كونسنتريشن، بتعمل كنترول للالكترولايت ايه كونسنتريشن. على البلط بلاقي ان الجلوكوكورتيكويد بتعمل لي بتقلل لي السيركيليتنج نمبر بتاع الليمفوسايت والايوزينوفيل والمونوسايت والبيزوفيل، بتزود العدد بتاع البوليمورفو نيوكلير ليكوسايت. احنا ليه بنوصف للعيان بتاعنا كورتيكوسترويد؟ ليه بنعمل بريسكريبشن للكورتيكوسترويد؟ اكبر فايده للكورتيكوسترويد الكورتيكوسترويد في الجسم اللي هي ليها انتي انفلاماتوري افكت. طب يا ترى الانتي انفلاماتوري افكت ده جاي منين؟ بيعمل لي كورتيكوسترويد بتعمل لي انهبيشن للفوسفولايبيز اي 2 والسايكل اوكسجينيز، فبالتالي بتقلل البروستاجلاندين والليكوتراين سنتر.
بتعمل لي برضو ديكريز الكورتيكوستيرويد للميدياتور بتاعه الانفلاميشن زي البازو اكتيف والكيمو اتراكتنت فاكتور والبروتيوليتيك واللايبوليتيك انزيم والليكوسايتس اكسترافازيشن للسايت بتاع الانجري والفايبوز. يبقى دي مهم قوي، لازم نعرف يا ترى الكورتيكوستيرويد بتدي الانتي انفلاماتوري افكت بتاعها ازاي. تاني فايدة وعيب في نفس الوقت من الكورتيكوستيرويد اللي هي الاميونو سبريسيف افكت. الكورتيكوستيرويد لسه كنا بنقول في الانترودكشن ان هي بتعمل لي لما بتزيد بتعمل لي سبريشن للاميون سيستم. الاميون سيستم طبعا احنا عارفين في المايكرو في سيل ميديتد اميونيتي وفي هيومورال اميونيتي. شغل الكورتيكوستيرويد مينلي على السيل ميديتد اميونيتي وليتر افكت على الهيمورال اميونيتي. طب بتعمل كده ازاي الاميونو سبريسيف افكت؟ بتقلل الانترلوكين 1 والانترلوكين 6 والتي ان اف الفا والانترفيرون جاما والجرانيوسايت كل ستيمولاتنج فاكتور. الحاجات دي بتعمل ليها رول طبعا في الفانكشن بتاعت الماكروفاج والمونوسايت والتي ليمفوسايت والبي ليمفوسايت اللي هم دول السيل اللي مسؤول عن الاميون سبريسيف. فبالتالي لما بستخدم كورتيكوستيرويد من بره بيحصل سبريشن للميون سيستم. الجدول ده انا مش عايزاكم تحفظوه طبعا بس مدينه ليه؟ احنا دلوقتي عندنا بريباريشن كتيره من الكورتيكوستيرويد. كورتيزول اللي هو او الهيدروكورتيزول ده الناتشورال، ده ليه جلوكوكورتيكويد اللي هي صورة انتي انفلاماتوري افكت، وليه مينرال كورتيكويد اكتيفيتي والديوريشن بتاعه شورت. الكورتيزون ليه برضو الاثنين انتي انفلاماتوري افكت وليه صورته ووتر ريتنشن، يعني ليه مينرال كورتيكويد اكتيفيتي وضمن الشورت. بلاقي الحاجات التانية زي الفلوتي كورتيزون مثلا بلاقي ان الانتي انفلاماتوري افكت بتاعه 10 والانتي بتاعه 10، لكن السولت ووتر ريتنشن او المينرال كورتيكويد اكتيفيتي بتاعته عاليه جدا 125، وده من ضمن الانترميديت. يبقى انا لو عايزه اديه في حاله انفلاميشن مش هيبقى مناسب عندي. نخلي بالنا الديكساميثازون اللي في الاخر ده الانتي انفلاماتوري اكتيفيتي بتاعه البوتنسي 25 وملوش تقريبا سولت ووتر ريتنشن اكتيفيتي، ومن ضمن الحاجات اللي ليها لونج ديوريشن اوف اكشن. فنبقى عارفين ان البريباريشن مختلفه في الديوريشن اوف اكشن ومختلفه في البوتنسي بتاعتها. ليها جلوكوكورتيكويد اللي هي الانتي انفلاماتوري افكت وليها مينرال كورتيكويد اكتيفيتي بنسبه قد ايه، لكن الارقام احنا مش هنحفظها. ايه اخبار الفارماكوكينيتيك بتاعه الكورتيكوستيرويد؟ بلاقي مثلا في الابزوربشن الهيدروكورتيزون والاذر سينثيتيك ستيرويد بتتاخد اورالي بتبقى اكتف، ممكن اديها انترافينوس انجكشن، ممكن اديها انتراماسكولار انجكشن في طول السبسشن وده بيبقى ليه برولونج افكت. بندي برضو الكورتيكوستيرويد لوكال ادمنستريشن حقن في الساينوفيال سبيس لو انا عندي ارترايتس، ممكن استخدمها طبعا لوكالي في الريسبيراتوري سيستم في حالات الازمه، ممكن استخدمها لوكالي طبعا على السكين حالات الالرجي او السكين كونديشن. الديستريبيوشن بتاعها بلاقي ان في البلاط الكورتيزون بيبقى ماسك في الالفا جلوبيولين والبلازما بروتين بايندنج بتبقى اكتر من 90%، بيحصل لهم ميتابوليزم في الليفر باي اوكسيديشن او ريدكشن، وبعد كده بيحصل لهم كونجيوجيشن مع الجلوكو يورينيك اسيد، وبعد كده اكسكريشن في اليورين. بعض السينثيتك ستيرويد زي الكورتيزون او البريدنيسون بتحتاج ريدكشن رياكشن باي دي هيدروجينيزس عشان تتحول الى اكتيف فورم. كنا خدنا في الفارماكوكاينيتيك ان الكورتيزون والبريدنيزون دول مثال للادويه اللي هي البو دراج لازم يحصل لها اكتيفيشن. ده يهمني في ايه؟ لو العيان لا قدر الله عنده فات فيلير يبقى الكورتيزون والبريدنيزون دول مش هيبقوا مناسبين
بريفاليشن كورتيكوستيرويد عشان تعالج العيان. اديله ايه؟ اديله بريدنيزولون او هيدروكورتيزون، دول اكتف مش محتاجين ان يحصل لهم اكتيفيشن في الليفر في العيان اللي عنده هيباتيك ايه فيلير. ايه هي الثيرابيوتيك يوز بتاعت الكورتيكوستيرويد؟ اول حاجه طبعا دي هرمون، فممكن نستخدمها كريبليسمنت ثيرابي في حالات الادرينال انسفيشنت. ومش مهم نعرف تفاصيلها، الادرينال انسفيشنت يعني الادرينال مش قادره، جلاند مش قادره تقوم بالوظيفه بتاعتها، يا اما في برايمري ليجن في الادرينال جلاند نفسها زي حالات الاديسون ديزيز، او ممكن يكون سكندري لحاجه تاني. الادرينال انسفيشنسي ده برضو ممكن يكون اكيوت او كروني. اي ادرينال انسفيشنسي احنا هندي الكورتيكوستيرويد كريبليسمنت ثيرابي. تاني حاجه في استخدامات الكورتيكوستيرويد اللي هي النون اندوكراينال يوز. احنا قلنا في الفارماكولوجيكال افكت بتاعت الكورتيكوستيرويد المهمه ان هي ليها اميونو سبريسيف. يا ترى الاميونو سبريسيف افكت ده ميزه ولا عيب؟ هنا في اليوزس ميزه، او تعتبر بنخليها استخدام عندنا في العيانين اللي عندهم اوتو اميون ديزيز، او الناس اللي انا عامله لهم اورجان ترانسبلانتيشن، انا عايزه اعمل سبريشن للايه؟ للاميونيتي دي. يبقى امتى انا ببقى عايزه اعمل سبريشن للاميونيتي؟ للاوتو اميون ديزيز او في حالات الاورجان ترانسبلانتيشن. يبقى من ضمن النون اندوكراينال يوز بتاعت الكورتيكوستيرويد الاوتو اميون روماتيك ديس اوردر عامه، زي روماتيك كارديتس، روماتويد ارثرايتس في حالات الاكيوت اكستربيشن بتاعتها، حالات السيستميك لوبس، بول ارثرايتس نودوزا، اي اوتو اميون ديزيز ينفع معانا كورتيكوستيرويد. ممكن نستخدمه كنون انفلاماتوري ديجنريتيف جوينت ديزيز، زي مثلا واحد عنده اوستيو ارثرايتس، تندينايتس، بروسايتس. هنا ممكن نستخدم طبعا، هنعرف بعد شويه ان الجلوكوكورتيكويد لو انا اديتها سيستميكالي ليها ادفيرس افكت كتيره، فالافضل في حالات الانفلاماتوري ديجنريتيف جوينت ديزيز دي ممكن نديها انترا ارتكيولار، اللي هي يقول خدت حقنه في المفصل اللي فيه مشكله. ممكن طبعا عشان هي ليها انتي الرجيك افكت نستخدمها في الالرجيك ديزيز زي الالرجيك راينايتس. في الحاله دي ممكن نستخدم برضو بخاخه في النيزل سبري كنيزل سبري، هي دي الحل الامثل عشان نتجنب برضو الادفيرس افكت بتاع الكورتيكوستيرويد. خدنا قبل كده البرونكي الازمه، وعرفنا طبعا ان الكورتيكوستيرويد مهم خالص في علاج الازمه، وان احنا بنستخدم بخاخات في علاج الازمه عشان نتجنب السيستميك ادفيرس افكت. في الرينال ديزيز زي نيفروتيك سندروم والجلوميرولونيفرايتس برضه بنستخدم كورتيكوستيرويد في العيان بتاعي. في الانفكشوس ديزيز هنا التأثير بارادوكسيكال، يعني ايه بارادوكسيكال؟ ازاي انت بتقولي ان الكورتيكوستيرويد بتعمل سبريشن للاميونيتي؟ بس في نفس الوقت لاقوا ان هي بتحسن الانفكشن، بس بخليها للحالات اللي هي سيفير انفكشن، زي مثلا حاجه عيان عنده ايدز بيشنت، مثلا عنده نيموسايتس كارسيناي نمونيا، ده نوع معين من النمونيا بيبقى معاه سيفير هايبوكسيا، او مثلا واحد عنده مفلس انفلونزا تايب بي منينجايتس، واحد عنده منينجايتس، فهنا هدي الكورتيكوستيرويد تقلل المانيفستيشن بتاعت المنينجايتس، او في حالات السيبتيك شوك هنا برضو هتحسن الجنرال كونديشن بتاعت العيان. يبقى في الانفكشن لا بارادوكسيكال افكت، ليه بارادوكسيكال؟ لان الكورتيكوستيرويد بتقلل الاميونيتي، فانا هنا بديها ازاي وفي انفكشن؟ في ناس تقول هتزود الانفكشن، لا بخليها لحالات الانفكشن، مثلا عيان عنده ايدز وعنده نيموسايت كارسيناي نمونيا، او عيان عنده منينجايتس، او واحد عنده سيبتيك شوك. الاوكيولار ديزيز في الاي طبعا بنستخدمها في الاي الرجي، في حالات الانتيريو يوفيتس، يوفيتس التهاب في العين، اي انفلاماتوري كونديشن في الاي ممكن ندي برضو
الكورتيكوستيرويد هديها هنا اي دروبس نقط للعين، بس خلي بالي حتى الاي دروبس دي ما ينفعش نستخدمها فترات طويله، هنعرف الادفيرس افكت لو انا استخدمتها على طول هيحصل ايه. عم السكين ديزيزز زي الاكزيما والسورايسيس بتستخدم الكورتيكوستيرويد. الجي اي تي ديزيزز زي الانفلاماتوري باول ديزيز زي الالسيراتيف كولايتس والكرونز ديزيز. الهيباتيك ديزيز وخاصه الاوتو اميون هيباتيتس، هنا طبعا البريدنيزون هيبقى افويدد. ليه؟ لانه عايز بايو اكتيفيشن في الليفر، هيبقى ايه الايفكت؟ هناخد ايه مكانه؟ البريدنيزولون او الديكساميثازون. بنستخدم الكورتيكوستيرويد في ايه تاني؟ بنستخدمها في علاج السيريبرال اديما، سواء السيريبرال اديما دي سببها بارازايت نيوبلاز او متاستاسيس، هلاقي ان الكورتيكوستيرويد بتقلل لي السيريبرال اديما. الكورتيكوستيرويد من ضمن استخداماتها في اللاين اوف مالجنسي، حطوا الانتي كانسر دراج، فهلاقي الجلوكوكورتيكويد بتقلل الليمفوسايت، فبتستخدمها في الاكيوت ليمفوسيتيك لوكيميا وبعض انواع الايه الليمفوم. ساعات بتستخدم ادجوفنت للاذر تايبس اوف كانسر. في البلاد ديس اوردر بتستخدم في الايديوباثيك ثرومبوسايتوبينيك بيربرا، ودي بيبقى مش معروف سببها ايه، بيقولوا ده زي اوتو اميون ديزيز، او بتستخدم برضه في الاوتو اميون هيموليتيك ايه انيميا. من ضمن استخدامات الكورتيكوستيرويد في الاورجان ترانسبلانتيشن، واحد زرع كلى كبد اي اورجان، العيان ده معرض ان يحصل له ريجكشن، الاميون سيستم يتعامل مع الاورجان اللي احنا زرعناه ويحصل ريجكشن، عشان ما يحصلش ريجكشن بندي الكورتيكوستيرويد عشان تعمل سبريشن للاميونيتي وتمنع الاورجان ايه ريجكشن. من ضمن استخدامات الكورتيكوستيرويد برضو في السباينال كورد ايه انجري، بتقلل النيورولوجيكال ديفس اللي ممكن تحصل عندي. ازاي؟ ان هي بتقلل الفري راديكال اللي بتطلع، الفري راديكال دي هي اللي بتعمل سيل انجري، وده بيحصل طبعا مع الاسكيميك انجري بالذات. يبقى مهم قوي لو في سباينال كورد انجري وفي اسكيميا للسباينال كورد، يبقى ممكن ندي الكورتيكوستيرويد ان يتقلل النيورولوجيكال ديبس اللي ممكن تحصل عندي. من ضمن استخدامات الكورتيكوستيرويد دايجنوز لايه؟ بيقول لي في حاجه اسمها ديكساميثازون سابريشن تيست، انا بشخص بيه الكاشنج ايه سندروم. مش مهم نعرف تفاصيل التيست، لكن نعرف ان احنا لو انا عايزه اشوف العيان عنده كاشنج سندروم ولا لا لهايبر كورتيكوستيرويد، بنديله الديكساميثازون بجرعات معينه بطريقه معينه، واشوف اقدر بيها اشخص الايه الكاشنج سندروم. ضمن استخدامات الكورتيكوستيرويد اللي مهمه جدا 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 ولايف سيفنج في اللنج ماتوريشن بتاعه الفيروس. دلوقتي المفروض اللنج ماتوريشن ده بيحصل ات فول 10، لو واحده بريجننت معرضه ان هي تولد قبل 36 اسبوع، هي قبل الشهر التاسع، اللنج المفروض في حاجه بتطلع فيها اسمها سيرفكتان ات فول تيرم ل 36 اسبوع، ده بيساعد مع الاول بريسنج يحصل اكسبانشن لللنج. لو الطفل ده اتولد قبل ال 36 اسبوع قبل ما السيرفكتان دي تفرض عنده، هيحصل وطبعا البريسنج مش هيحصل، فهيبقى البيبي ممكن يموت من ايه الاسفكسيا. لو انا متوقع ان الولاده تحصل بدري، لو اديت الكورتيزون بنظام معين بريجمن معين للبريجمنت وومن، ده بيساعد على الاستيميليشن بتاع اللنج ماتوريشن في الفيتوس، فبيحمي لي البيبي ده ان هو ايه ممكن ايه يعيش ويكمل بعد كده. في حاجات نخلي بالنا اثناء استخدامي للكورتيكوستيرويد، لان زي ما شفنا ليها مميزات كتيره قبل كده، هنعرف بعد شويه ان ليها عيوب كتير. اول حاجه خلي بالي في البرنسبل حاجات متعلقه في البيشن، بيقول لي with the exception of replacement therapy حالات الديفيشنسي، يعني لو انا عندي حالات ديفيشنسي في الكورتيكوستيرويد وهدي الريبليسمنت ثيرابي، ده هديله الكورتيكوستيرويد طول العمر. لكن في الحالات التانية اللي هي النون اندوكراينال يوزز، هي
هنا بيبقى استخدام للكورتيكويد امبيريكال. ليه؟ انا بيبقى عندي كفتين ميزان بوزن بيهم، بوزن البنفيت وبوزن ايه الريسك. العيان ده لما اديه الكورتيكوستيرويد يبقى في النون اجباري ان انا اديه في الريبليسمنت ثيرابي، لكن اي استخدام تاني غير الريبليسمنت ثيرابي انا اللي هشتغل قاضي، احط البنفيت بتاعت استخدام الكورتيكوستيرويد في العيان ده والريسك في العيان ده برضو ايه، لان كل عيان مختلف غير التاني. تاني حاجة استخدام الكورتيكوستيرويد، خلي بالي من الدوز. بيقول لي لأي ديزيز ولأي بيشنت أخلي الدوز يا دوبك تبقى وزن ثيرابيوتيك ايه، الدوز اللي تديني ثيرابيوتيك ايه افكت. ودي بتيجي بالتجربة، يعني بحاول أظبط العيان لأقل جرعة تديله الثيرابيوتيك ايه افكت، عشان ما اخش كل ده، عشان ما اخش من العيان ايه بالكومبليكيشن او الادفيرس افكت. ثالث حاجه الكورس اوف ثيرابي، خلي بالي دايما الكورس هدي كورتيكوستيرويد احاول اخليها اقل فتره ممكنه، شورت كورس ثيرابي مثلا لمده 1 ويك لو ما فيش كونترا انديكيشن. لو انا هديه لفتره اطول من 1 ويك خلي بالي ان انا بزود نسبه الادفيرس افكت، وان هعرف بعد شويه في الادفيرس ان انا لو اديته فتره طويله ما ينفعش اوقف كورتيكوستيرويد فجاه. هنعرف ليه دلوقتي. قول لي برضو اخلي بالي الباليت افكت بتاعها، طبعا بعيد عن الريبليسمنت ثيرابي. الريبليسمنت ثيرابي قلنا ده هناخده على طول. الجلوكوكورتيكويد ليها دراماتيك ريسبونس، يعني ايه الدكتور في بعض الدكاتره تقول لك عشان يقولوا عليكم شاطر يدي العيان كورتيكوسترويد، فبلاقي المانيفستيشن بتاعت الديزيز خصوصا حالات الانفلاميشن او كده بتبتدي تتحسن ايه بسرعه، او حالات الالرجي اول ما تدي العيان كورتيكوسترويد اعراض الانفلاميشن بتتحسن بسرعه. يبقى الباليتيف افكت ده بستخدمه في حالات الانتي انفلاماتوري، وبيبقى سببه الانتي انفلاماتوري افكت والاميون سبريسيف افكت بتاعت الكورتيكوستيرويد. الحاجات المهمه جدا 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 طبعا الجرادوال سيستيشن. لو انا خدت الجلوكوكورتيكويد لفتره طويله اكتر من اسبوع طبعا الكورتيكوستيرويد قلنا بتطلع من الادرينال كورتكس، الادرينال كورتكس بتلاقي الاسترويد بيجي لها من بره على الجاهز، بتبطل تصنيع الاسترويد الانتوجينوس. لو انت جيت وقفت الكورتيكوسترويد السنتيتك اللي انت بتديها من بره فجاه العيان هيخش منك في ادرينال انسفيشنس، وده ممكن يبقى فيتال للعيان. مش كده بس، ده السيمبتومز بتاعت الديزيز اللي انت مدي ليها الكورتيكوسترويد بيحصل فليرنج اب للاندرلاينج ديزيز. عشان كده لو انا اديته لفتره اكتر من اسبوع لما اجي اوقفه ايه بالتدريج، عشان الادرينال جلاند تبتدي تحس ان الكورتيزون اللي جاي من بره ابتدى يقل، فالنيجاتيف فيدباك انهبيشن يبتدي يقل، فبتبتدي تصنع الاندوجينوس كورتيكوستيرويد بتاعتها. ايه هي الادفيرس افكت والتوكسيستي بتاعت الاستيرويد؟ اول نوع من الادفيرس افكت اللي لازم نعرفه كويس قوي، اول حاجه لو انا عملت صدم والذروه للكورتيكوسترويد ثيرابي بعد ايه فتره طويله، اول حاجه قلنا بيحصل فليرنج اب طبعا للاندرلاينج ديزيز، لان انا وقفت الكورتيكوسترويد اللي انا بديها من بره دي كان ليها انتي انفلاماتوري افكت او انتي او اميونو سبريسيف افكت، فمجرد ما وقفتها ومفيش انديجينوس ستيرويد طبعا اعراض الديزيز بتبقى زياده خالص. تاني حاجه خطيره برضو اللي هي الاكيوت ادرينال انسفيشنسي، لو انا استخدمت الاسترويد لفتره طويله اكتر من اسبوعين او اربعه بيحصل سبشن للهايبوثالاميك بيتيوتري اكسس، فبيحصل وذرو المانيفستيشن. يعني ايه مش وذرو المانيفستيشن بتاعت زي بتاعت الاوبيويد ان في ديبندنس، لا اعراض بتبقى سببها اللي هي الادرينال انسفيشنسي، فلاقي العيان اشتكى من فيبر، مايالجيا، أرثرالجيا، ماليز،
ساعات بيحصل له اعراض زي سوت تيومر سيريبراي، بس ده بيبقى ليه؟ زياده في الانتراكرينيال بريشر والبابليدينا. المهم ما نبطلش الكورتيكوسترويد فجاه بعد استخدامها لفتره طويله. تاني نوع من الادفيرس افكت تيجي سكندري للكونتينوس يوز. لو استخدمت بقى الكورتيكوسترويد لفتره طويله هتعمل لي ايه؟ زياده في الفارماكولوجيكال اكشن. احنا في الفارماكولوجيكال اكشن الكارديوفاسكولار قلنا بيحصل صوت ووتر تنشن، فالعيان يشتكي من ايديم، يشتكي من هايبر تنشن، يحصل هايبوكاليميا، الهايبوكاليميا تدخل في هايبوكاليميك الكالوز، كل ده سببه الصوديوم والفلويد ايه ريتنشن. يحصل ميتابوليك تشينج، احنا قلنا على الجلوكوز بيحصل هايبر جلايسيميا وجلوكوزيوريا. بيحصل طبعا اميونو سبريسيف افكت، فبتزيد السبسبتابيلتي بتاعت الانفكشن. ولو انا كان عندي مثلا العيان بتاعه عنده اولد تي بي ممكن يحصل له فليرنج اب للايه للتي بي. على الجي اي تي احنا قلنا الانتي انفلاماتوري افكت بتاعت الاسترويد بتعمل ايه؟ بتمنع الليكوتراينز وبتمنع البروستاجلاندين. طب البروستاجلاندين كان مهم في الجي اي تي ان هو بيحمي لي العيان من الديبتيك التريشن، يبقى انا لما منعت البروستاجلاندين انا كده العيان بتاعي بزود الريسك بتاع الديبتيك التريشن، خاصة لو بياخد مع الكورتيكوسترويد نون استرويد الانتي انفلاماتوري دراج، لان هي في نفس الوقت برضه بتمنع البروستاجلاندين. على المصل بتعمل لي ايه؟ مايوباسي، بنسميها الاسترويد مايوباسي، وده بيبقى في صورة ويكنس في البروكسيمال لمب ماسل، وفي الحالة دي لو ظهر يبقى أنا مضطرة أوقف الاسترويد ايه ادمنستريشن. بيهيفير تشينج، ممكن ألاقي العيان عنده نيرفسنس، متعصب، انسومنيا، مود تشينج، ممكن يخش في ايفوريا مبسوط، أو ساعات بيحصل له أعراض زي السايكوز. في الاي حتى لو انا استخدمت اي دروبس في العيان بتاعي عنده اليرجي ولا حاجه ثانيه، ممكن لو استخدمتها لفترات طويله، دايما الدكتور بتاع الرمض اللي استخدم القطرة دي 5 ايام وتعالى انا الاقي نفسي متحسن عليها، خلاص بفضل استخدمها. تيجي العيان بعد كده للدكتور بعد فتره لو فضل يستخدم النقط بتاعت الكورتيكوسترويد دي، لا قدر الله يجيله كاتاراكت او لا قدر الله يجيله جلوكوز. احنا خدنا في الفارماكولوجيكال اكشن ان الاسترويد بتقلل الكالسيوم ابزوربشن من الجي اي تي وبتزود الاسكريشن، فقلنا ده بيقلل الكالسيوم اللي في الجسم فبيدخل العيان في اوستيوبروسيس، خصوصا لو العيان بتاعي اولد ايج معرض اصلا للايه للاوستيوبروسيس. الاسترويد بتعمل ايه برضو؟ بتعمل انهيبيشن للبون فورميشن عن طريق ان هي بتعمل سبريشن الاوستيوبلاست اللي هي البون فورم سيل، بتزود الاوستيوكلاست اللي هي البون اللي بتعمل بون ريزوربشن. فعشان كده اي عيان خصوصا كبار السن هتديله كورتيكوسترويد لفتره طويله مانداتوري كده ندي معاه على طول كالسيوم وفيتامين سي، لازم اديهم سبلمنتيشن عشان العيان ما يخشش مني اوستيوبروس. طب لو حصل فعلا اوستيوبروس بندي البيسوفوسفونات عشان اقلل البون، اتجنب النقص في البون دينستي واتجنب الفراكشر اللي ممكن يحصل نتيجه الاوستيوبروسيس اللي بتعمله الاستروكس. يبقى هدي كالسيوم وفيتامين دي، ولو خايف ان هو فعلا ابتدى يبان عنده الاوستيوبروسيس، خايف العيان يخش مني فراكشر، ادي بيسوفوسفونات دي هناخدها في علاج الايه الاوستيوبروسيس. من ضمن الادفيرس افكت بتاعت الاسترويد ان بيحصل جروث ريتارديشن في الاطفال الصغيرين، ده لو انا اديته ديونج الانترا يوتراين لايف ممكن يعمل لي كونجينيتال انوميليز في الايه الفيتال ديفلوبمنت. فانا لو عندي مثلا طفل صغير عنده ازمه وبياخد الاسترويد سيستميكالي من صغره كده، هخش الفصل هعرف ان الطفل ده عنده ازمه، اعرفه ازاي؟ هلاقي ايه طوله أقصر شوية من الأطفال اللي زيه في السن، هلاقيه عنده أعراض الكاشنج سندروم اللي احنا هنقول عليها دلوقتي، هلاقي عنده المون فيس والبافالو هام وإنلارجمنت في السوبرا كلافيكولار فات وسنترال أوبستي، ساعات بيبقى عندهم هيرس يتزموا إيه وأكل. طيب من ضمن الأدفيرس إفكت برضو بتاعة الكورتيكوسترويد حتى لو أنا اديتها إنترا أرتيكيولار اللي هي الحقن في المفصل عشان أعالج بيها
المشاكل بتاعه الجوينت بتعمل لي بين الاستراكشر في الجوينت، فما ينفعش كل شويه انا عندي ارثرايت اقول للدكتور اديني حقنه استرويد، لا لازم بين كل حقنه والتانية على الاقل ايه 3 شهور، في ناس بتقول 6 شهور عشان اقلل الكومبليكيشن، لان بتعمل لي بين الاستراكشر في الجوينت. لو انا بعمل عمليه برضو من ضمن الادفيرس بتاعه الاسترويد، لو انا بعمل عمليه وخدت كورتيكوستيرويد بعد العمليه هلاقي بيحصل ديلي الهيلينج بتاع الوض. ليه؟ لان بتعمل لي بروتين كاتابوليزم، والهيلينج ده عايز ايه؟ بروتين. بقى عندنا ايه؟ بقى عندنا الكونترا انديكيشن. ايه مين العيان اللي مش هينفع اديله كورتيكوسترويد؟ في الكونترا انديكيشن اول حاجه اسمها ابسوليت، يعني العيان ده ما ينفعش تديله ابدا. مش عاوز ان انا هنا بنفيت وريسك، لا ما ينفعش خالص ان انا اديله كورتيكوسترويد. اللي عنده ايه؟ اللي عنده هيب سيمبلكس كيراتايتس. هيب سيمبلكس ده فيروس، لما بيجي في الاي بيعمل لي هيب سيمبلكس كيراتايتس. ليه بقى ما بديش في استرويد؟ بيحصل سبريشن الاميونيتي، فالفيروس يتمكن من الكورنيا ويعمل لي هيلينج ويز ايه فايبروس، فالعيان يجي له كورنيا الايه وبس دي. وممكن يحصل ايه يبقى العيان يبقى عايز كورنيا ترانسبلانتيشن بعد كده. برضو ممكن ما نستخدمش الكورتيكوسترويد لو في ميكانيكال لاسريشن، يعني واحد خد تروما والتروما دي عملت لاسريشن في الكورنيا، فبخاف ان انا لو اديت العيان كورتيكوسترويد الاميونيتي بتاعت العين تقل فيحصل انفكشن، والانفكشن ده يعمل ايه مشاكل في العين اكتر من الفايبر. الريلاتيف بقى كونترا انديكيشن، انت اللي هتوزن، انت اللي هتحط البينيفيت وهتحط الادفيرس افكت. يعني ايه؟ يعني جالك عيان مثلا عنده ارثرايتس وعنده هايبرتنشن، انت اللي هتوزن. ارثرايتس دي جديده خالص ما تتحسنش بالنون سترويدال مثلا، والهايبرتنشن ده متظبط ولا لا برضه؟ ما انت لو متظبط والارثرايتس شديده يبقى انت ممكن تدي شورت كورس ثيرابي من الكورتيكوسترويد لحد ما الاعراض بتاعه الارثرايتس تقل شويه، يبقى انت اللي هتوزن. برضو تاني يكون ريلاتيف كونترا انديكيشن الدايبيتس ميليتس، انت هتشوف البلاد جلوكوز في العيان متظبط ولا لا، او بدرجه قد ايه، والانديكيشن بتاعك ايه. البيبتيك التر، الاوستيوبوزيس، السايكوتيك ايلنس، الهارت فيلير، كل دي. بس لو هارت فيلير نتيجة روماتيك كاردايتس أو روماتيك فيفر، لا ده هنا يبقى الاسترويد إيه إنديكيتد. الأكيوت والكرونيك إنفكشن، لو في العيان عنده أكيوت أو كرونيك إنفكشن أنت اللي هتوزن البينيفيت والإيه والريسك. بقى عندنا نعرف إيه هما الإنهيبيتور بتاعة الأدرينوكورتيكوسترويد في الجسم. فبلاقي دول بستخدمهم في ايه؟ يا اما في علاج الهايبر كورتيكيزم اللي بيبقى مع لا قدر الله حاله بيوتري ادينوما وفيها زياده في الاي سي تي اتش وعامله لي كاشنج سندروم، فهنا انا ادي حاجات توقف شغل الادرينوكورتيكويد او توقف البايوسنس بتاع الكورتيكوسترويد في الجسم. يعني لو في عندي اوفر برودكشن من الكورتيزول، سواء في مشكله في البيتيوتري او في الادرينال تيومر نفسها، يبقى انا محتاجه ادي انهيبيتور للادرينوكورتيكال ستيرويد. طبعا لو في لا قدر الله تيومر في الادرينال كورتكس او في البيتيوتري، الاحسن العلاج الامثل ايه؟ ان انا اعمل سيرجيكال تريتمنت، لكن لحد ما اضبط العيان واعمل له السيرجري انا محتاجه ادي العيان بتاعي الانهيبيتور بتاع الادرينوكورتيكال ستيرويد. ايه هما الانهيبيتور؟ اول واحد فيهم الكيتوكينازول، ده خدناه في الانتي فانجل وخدناه في الكاينيتك. ده انتي فانجل ايجنت في دوزز كبيره بيعمل لي انهيبيشن لل17 الفا هيدروكسيليز اللي بيخش في تصنيع الادرينال ستيرويد، وبيمنع برضو الجناده الستيرويد هرمون اللي هي السكس هرمون. عشان كده في الادفيرس افكت بتاعت الكيتوكينازول كنا بنقول لي اندوكراينال سايد افكت، نتيجه ان هو بيمنع الادرينال ستيرويد وبيمنع برضو الجناده الستيرويد.
تاني دواء بيمنع الاستيرويد سنس دواء اسمه متيربول، وده سيلكتيف انهيبيتور لل 11 بيتا هيدروكسيليز انزيم، وبيستخدم في علاج الهايبر كورتيكس سواء سببه ادرينال نيوبلازم او تيومر بيطلع اي سي تي اتش. الكرونيك ادمنستريشن بتاعه بيعمل لي هيرسيوتيز وبيعمل لي هايبر تنشن في العيان. ثالث انهيبيتور للكورتيكوسترويد دواء اسمه ايتيموديت، وده عباره عن اناسيتيك دراج وليه سيديتيف افكت. بيعمل انهيبيشن لل 11 بيتا هيدروكسيليز انزيم، فبالتالي بيقفل الاسترويد سينس. بيستخدم انترافينسلي في علاج الهايبر كورتيكس وليه رابط كنترول عشان بيستخدم انترافينس. ايه تاني بيمنع الاسترويد هرمون سينسيس؟ ده اسمه مايتوتان، وده ليه ادرينو كورتيزوليتيك افكت. بيعمل لي بنستخدمه في حالات يعني كانه بيعمل ديستراكشن للادرينال كورتكس. فلو عندي ان اوبرابل ادرينو كورتيكال كارسينوما يعني كانسر، والكانسر ده وصل لحته انا مش قادر اعمل سيرجيكال ريموفال للكانسر ده، هدي المايتوتان. لكن عيبه ايه؟ ان هو ليه ديليد اونست، بيحتاج ويكس او مانث عشان يشتغل، وليه طبعا جي اي تي سايد افكت شديد. ايه تاني بيعمل انهيبيشن للسترويد سينثيسس؟ ده اسمه امينو جلوتاسيمايد، ده بيعمل انهيبيشن للسيتوكروم 11A1، وده بيخش في تصنيع الاسترويد هرمون. بيستخدم في علاج برضو حالات الهايبر كورتيكيزم، لكن الدواء ده استخدامه دلوقتي قل خالص بسبب ان التوكسيسيتي بتاعته عاليه، يعني ممكن نعرفه مجرد اسم. لكن لو في اسئله MSQ، لكن استخدامه دلوقتي بقى اوبسوليت. ايه تاني؟ الميفيبوستون. الميفيبوستون ده اصلا انتي بروجستيرون، ده بيستخدم في التيرمينيشن بتاع الايرلي بريجنانسي. لو الست فيه الحمل ده خطر على صحتها وعايزه اعمل تيرمينيشن، بندي ميفيبوستون. ليه انتي بروجستيرون افكت، هيعمل تيرمينيشن للبريجنانسي. وبرده لقوا ان هو بيمنع الجلوكوكورتيكويد ريسبتور عن طريق ان هو بيعمل بلوكنج للفيدباك ريجوليشن على الهايبوثالاميك بيتيوتري اكسس. فبيستخدم برضو غير في التيرمينيشن بتاع البريجنانسي في الهايبر كورتيكيز، خاصة في الانوبرابل كيس.